أهلا بكم إلى الظهيرة من الميادين وفي عناوينها لليوم. كتائب القسام تستهدف القوات الإسرائيلية المتوغلة شرق رفح، والاحتلال يرتكب سلسلة مجازر في المدينة أدت إلى ارتقاء 20 شهيدا على الأقل بفعل حزام ناري عنيف استهدفها. حركة حماس تعد اقتحام معبر رفح نية للاحتلال لتعطيل وقف إطلاق النار، وقيادي في المقاومة يؤكد للميادين أن الهجوم يهدد بانهيار المفاوضات. المقاومة الإسلامية في لبنان تنفذ عمليات نوعية جديدة، بينها هجوم مركب بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية في الجليل، وجيش الاحتلال يقر بمقتل جنديين وجرح آخر في المطلة أمس. الشرطة الأمريكية تقمع تظاهرات داعمة لغزة في نيويورك، والاحتجاجات تتواصل في جامعات أوروبا وتمتد إلى المدارس. بوتين يشدد في خطاب التنصيب على تشكيل عالم متعدد الأقطاب، ويتهم دول الغرب باتباع سياسات عدائية ضد موسكو تعرقل التعامل الندي بين الجانبين. وفي هذه الظهيرة موجز اقتصادي مع خالد خليل. مساء الخير خالد، تفضل. وفي اقتصاد الظهيرة لليوم، بلجيكا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات تجارية على كيان الاحتلال، ولا سيما استهداف المنتجات الآتية من المستوطنات الإسرائيلية. الأخبار الرياضية في الظهيرة مع كمال شلهو. مرحبا محمد، سنتابع في موجز الرياضة. بعد عرض مقابلة رئيس برشلونة السابق ساندرو روسيل عبر الميادين، الصحف الإسبانية تنشر الحديث الخاص على نحو واسع. هذه العناوين السياسية والاقتصادية والرياضية نتابعها في هذه الظهيرة، ونبدأ بآخر تطورات العدوان على غزة مع اقتحام الاحتلال معبر رفح وارتكابه سلسلة مجازر في المدينة. مشاهدينا، نتوجه مباشرة إلى جنوب لبنان مع الزميل علي مرتضى مراسل الميادين هناك. مرحبا بك علي، يبدو هناك تطورات في هذه الأثناء، تفضل. صحيح، حزب الله تبنى هذه العملية التي كنا نتحدث فيها طوال الساعات الماضية، كنا قد تحدثنا عن عملية مركبة. بالفعل أعلن حزب الله بأنه نفذ هجوما جويا بمسيرات انقضاضية استهدفت ضباط وجنود العدو أثناء تواجدهم في باحة ثكنة يفتح، وهذا له ما له بعد قليل سوف أتحدث عن التفصيل. يقول حزب الله أصاب الجنود والضباط بدقة وأوقعهم بين قتيل وجريح، وفي الوقت نفسه طائرات بالعدد يعني استهدفت منصات القبة الحديدية المتموضعة جنوب ثكنة راموت نفتالي، وأصابتها إصابة مباشرة أدت إلى إعطابها، وبحسب المعلومات احترقت يعني اشتعلت النيران بهذه القبة الحديدية. في البداية ما حدث هو مهم للغاية، ما حدث هو تصعيد نوعي مهم للغاية. سلاح الجو في حزب الله كما سبق أن قلنا لليوم الثاني على التوالي يقوم بعملية نوعية ويقوم بتحدي القدرات الدفاعية الإسرائيلية على طول الجبهة. أولا الأهداف العسكرية التي استهدفها سلاح الجو في حزب الله بالمسيرات الانقضاضية هي نتيجة عملية استخباراتية بحتة. حينما نتحدث عن منصة للقبة الحديدية موضوعة في افتاح في مكان غير مرئي يتم رصدها، يتم أخذ إحداثياتها، إعطاء هذه الإحداثيات للمسيرات، تذهب هذه المسيرات بغطاء من الصواريخ لإفراغ صواريخ هذه القبة الحديدية، وبعد أن تنتهي صواريخها تصل المسيرة الانقضاضية لضربها، هذا يعني أن القبة الحديدية خرجت على التقاعد. اليوم حزب الله أصبح لديه حل واضح وينفذ بالنار ضد القبة الحديدية، الذي استطاع للمرة أكثر من مرة بأن يضرب القبة الحديدية ويحرقها وتؤدي إلى اشتعال النيران بطرق عسكرية كنا قد تحدثنا عنها ولا يسع الوقت للحديث عنها، ولكن بالمجمل تحدثنا عنها طوال الفترة الماضية. ولكن الأهم في كل هذه العملية أو العنصر المهم في هذه
هذه العملية هو القدرة الاستخباراتية العالية. بالفعل ما لا تراه العين في الجليل المحتل تراه المسيرات التي يطلقها حزب الله لجمع هذه المعلومات والإحداثيات. فإذا هذا أولا القدرة الاستخباراتية البحتة والقوية لحزب الله. ثانيا المقاومة كما قلت تمكنت من إصابة منصة القبة الحديدية واستهدفتها بالمسيرات، وبالتالي عمل هذه المسيرة أو عمل هذه القبة الحديدية أن تمنع المسيرات من الدخول. أصبحت هذه القبة الحديدية يعني غير ذات فائدة للجيش الإسرائيلي طالما أنها هي التي تضرب، من المفروض أن تحمي الأهداف التي تضرب فأصبحت هي الهدف الذي يحترق. في نفس الوقت حينما تكون المقاومة تستهدف قبة حديدية وتعلم بأن هناك خيمة الآن، وأنا أتحدث دوت صافرات الإنذار أيضا في إصبع الجليل اشتباه بدخول مسيرات، هو يوم المسيرات اليوم بالفعل، وحينما تدخل المسيرات باتجاه القبة الحديدية التي أخذت إحداثياتها بمعلومات استخباراتية، حزب الله لديه معلومات استخباراتية أخرى عن خيمة موجود فيها الضباط في مكان غير مرئي خلفي غير مرئي، تصيب هذه الطائرة الخيمة في محيط ثكنة يفتاح ويقع الجنود بين قتيل وجريح. هذا شبيه بما حدث بالمطلي، هذا اليوم الثاني الذي يستهدف تجمع لجنود الاحتلال في مكان يعتبرون بأنهم غير مرئيين فيه، تصل فيه الطائرات وتضربهم. وكما تحدثنا بالأمس عن حتمية وجود قتلى، اليوم أيضا بالمعلومات أؤكد حتمية وجود قتلى في جنود الاحتلال، وطبعا هذا سوف يظهر على وسائل التواصل الاجتماعي على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في إسرائيل، لا سيما بأن هكذا عملية بالتأكيد سوف تخرج عن قدرة الجيش الإسرائيلي على حد المعلومات عنها عبر فرض الرقابة العسكرية. إذن خيمة غير مرئية في محيط ثكنة يفتاح تصل لها الطائرات الانقضاضية وتضربها، أكثر من طائرة، منصة القبة الحديدية في رموت نفتالي تصل لها المسيرات وتضربها، ولليوم الثاني على التوالي تستدعى المروحيات، تستدعى الطائرات الحربية، تفرغ صواريخ القبة الحديدية، ولا يستطيع الجيش الإسرائيلي من منع حزب الله من الوصول إلى أهدافه، وبالتحديد من منع سلاح الجو في حزب الله من تحقيق الغارة التي يرغب بالقيام بها باتجاه الأهداف الإسرائيلية. إذن نحن أمام عملية عسكرية توازي بأهميتها وقوتها العملية الأولى، وكما سبق وقلنا بالأمس واليوم بأن اليوم هذا انذار تصعيد، هذا الكلام الميدان يتحدث، اليوم حزب الله يقول لدي بنك أهداف مخفي تظنون بأنني لا أراه، لدي معلومات عنه، إحداثياته موجودة لدي، القدرات الدفاعية لديكم لا تستطيع منعي من ضربه، وأنا أقرر متى أضرب هؤلاء الجنود ومتى أتركهم. وبالتالي لليوم الثاني على التوالي يستهدف الجنود وتستهدف القبة الحديدية، نحن أمام تصعيد بالنار ينتهجه حزب الله. وطبعا كل هذه الأحداث الميدانية مربوطة ربطا دقيقا بما يحدث بالحرب بغزة وبما يحدث بتطورات الحرب بغزة. هذه هي الأجواء في لبنان. طبعا العملية هذه ليست العملية الوحيدة، ربما إذا كان لدي بعض الوقت كي فقط تصل الصورة مباشرة، بالتزامن مع هذا الحديث ومع هذه العملية المعقدة، المواقع التي ضربت حتى اللحظة والتي لم يتبناها أحد، الرادار استهدف، المنارة استهدفت، رويسات السماقة في تلال كفرشوبة أيضا استهدفته نيران مباشرة، هنا هدف في الجليل الغربي استهدفته نيران مباشرة من لبنان، أعتقد أنه في محيط شتولة، وأيضا قبل قليل رويسات العلم شهد هجوما بحسب ما وردني من مصادر ميدانية على الأرض، فإن حجم الانفجار في رويسات العلم ينذر بأننا لسنا أمام استهداف للموقع أو لتجهيزات التجسسية، قد نكون أيضا أمام استهداف تجمع للجنود هناك. إذن نتحدث عن أكثر من عملية حدثت على طول الجبهة الجنوبية مع شمال فلسطين المحتلة، وفي عملية واحدة تم استهداف أكثر من هدف. إذن بالعودة إلى العملية الأساسية التي استهدفت رموت نفتالي والتي استهدفت ثكنت رموت نفتالي وأيضا ثكنت يفتاح، لابد من الحديث بأننا اليوم في اليوم الثاني على التوالي في عز الاستنفار الإسرائيلي مقابل هجمات المسيرات. اليوم جيش العدو الإسرائيلي بعدما تلقى ضربة المطلي بالأمس اتخذ جميع الإجراءات العسكرية التي رأيناها على الأرض، فعل القبة الحديدية 100%، استدعى الطيران، وهذه المرة استدعى الطيران المروحي، كل هذا لم يمنع
سلاح الجو في حزب الله من الوصول إلى الأهداف التي رصدها سابقا بقدرة استخباراتية بحتة ودقيقة من ضربها ووصول النيران اللبنانية والطائرات الانقضاضية اللبنانية باتجاه الأهداف الإسرائيلية. بالتأكيد نحن أمام تصعيد كبير. حزب الله بالنار يقول، الميدان يتحدث والميدان يقول بأن الأمور ذاهبة إلى تصعيد. وسنتابع معك التطورات في الجبهة بجنوب لبنان شمال فلسطين المحتلة أولا بأول، معك الزميل علي مرتضى، شكرا جزيلا لك. الآن إذن أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 وقد اشتعلت النيران فيها، إضافة إلى الاشتباك مع جنود تحصنوا داخل بناية بالقرب منها في حي الشوكة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. كتائب القسام أعلنت دك قوات الاحتلال المتوغلة شرق معبر رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وأعلنت قصف حشود الاحتلال شرق مدينة رفح بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى، وقصفت بالنوعية نفسها تجمع قوات الاحتلال في موقع كرم أبو سالم العسكري. بالموازاة يواصل الاحتلال قصفه العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة مركزا على مدينة رفح جنوب القطاع. جيش الاحتلال محمد أعلن السيطرة على معبر رفح بشكل كامل وتنفيذ عمليات تمشيط واسعة في المنطقة، وأعلن كذلك أن معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما يسمح الوضع الأمني بذلك. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن لواء جفعاتي يسيطر على معبر رفح وعلى محور صلاح الدين. وإثر القصف الإسرائيلي استشهد أكثر من 20 شخصا على الأقل في سلسلة مجازر ارتكبها الاحتلال في رفح. قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت في وقت متأخر من مساء أمس محيط معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، وشنت هجوما جويا وبريا تضمن أحزمة نارية عنيفة استهدفت مناطق مختلفة من محافظة رفح جنوب قطاع غزة. إطلاق نار كثيف، قصف كثيف جدا، طائرات، صواريخ، دبابات، مدافع رشاشات، زنانات، كله بقصف. لم أرى في حياتي، الآن أنا بلغت تقريبا 69 عام، لم أرى في حماتي قصف كهات. أجن علي عشان الضارب هذا هدد حي السلام، قلت لهم تعالوا نام عندي في البيت وأنا عندي خيمة برا، فنمت في الخيمة ما بطلع ولا صوت الدب، صحيت لقيت النار مولعة مش عارف في فضاري فضار جيراني، طلعت دخلت سويت صوت ولاد صغار التوأم هذول، أخوها استشهد وهي استشهدت أخوها عايش ومرتي وأولادهم. وانتشلت طواقم الإسعاف جثامين عدد من الشهداء بينهم امرأتان إضافة إلى 18 مصابا. جاء ذلك في قصف الاحتلال منزلا لعائلة في حي تل السلطان غرب رفح، وأظهرت المشاهد الدمار الذي خلفه الاحتلال بعد استهدافه مربعا سكنيا في تل السلطان غرب رفح فوق ساكنيه من الأطفال والنساء والمدنيين. في اليوم 14 بعد 200 من العدوان الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني الصامت ارتقى 54 شهيدا في غزة. وزارة الصحة في غزة كشفت أن الاحتلال ارتكب 6 مجازر ضد العائلات أسفلت عن إصابة نحو 100 شخص، وارتفعت حصيلة العدوان إلى 34,789 شهيدا فضلا عن نحو 80,000 مصاب. ومعنا من رفح جنوب قطاع غزة مراسلنا أكرم دلول. حتى هذه اللحظة أكرم، كيف يبدو المشهد في قطاع غزة بشكل عام تحديدا في رفح التي بدأ فيها الاحتلال عملية برية؟ رفح ما زالت دينا عرضة للقصف الإسرائيلي سواء من الغارات الجوية أو من المدفعية التي تقصف أحياء مختلفة شرق المدينة، وهذا القصف الإسرائيلي يتزامن مع تواجد عدد كبير من النازحين في أحياء مختلفة كحي الجنينة، حي السلام، حي الشوكة ومنطقة المطار والمناطق القريبة من معبر رفح. قذائف مدفعية ما زالت تنهال على المنازل المأهولة بالسكان،
وكذلك النازحين باعتبار رفح ملاذ لهؤلاء النازحين الذين أضحوا اليوم في حيرة من أمرهم. وبالتالي يمكن القول أن جيش الاحتلال بالفعل بات يصاعد بشكل كبير الأوضاع هنا في مدينة رفح، وهناك حالة قلق لدى النازحين على اعتبار ألا مكان آمن يمكن أن يذهبوا إليه رغم كل التضليل الإسرائيلي الدائر بشأن إمكانية وصول هؤلاء النازحين إلى منطقة المواصي. منطقة المواصي غرب خان يونس أو بالأحرى الواقع بين خان يونس ورفح غربا هي منطقة مكتظة بالنازحين أصلا، وكذلك هي منطقة تفتقر لأدنى المقومات الحياتية، إلى جانب أنها ليست بالمنطقة الآمنة كما يصور الاحتلال الإسرائيلي. حتى الآن معبر رفح البري ما زال مغلقا، جيش الاحتلال الإسرائيلي بالفعل يسيطر على المعبر، المقاومة الفلسطينية تتصدى لعملية التوغل الإسرائيلية هذه سواء بالاشتباكات أو قصف القوات الإسرائيلية بالصواريخ وكذلك قذائف الهاون أو من خلال قذائف مضادة للدروع على غرار قذيفة الياسين التي استخدمت لأول مرة في التصدي لهذا العدوان الإسرائيلي بالقرب من حي الشوكة شرق مدينة رفح. وقالت يعني كتائب القسام أن النيران اندلعت فيها وأن مقاتليها اشتبكوا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. رفح حتى الآن انتشل فيها 23 شهيدا منذ ساعات فجر هذا اليوم، هناك عدد من المفقودين ما زالوا تحت ركام المنازل المدمرة، 7 منازل على الأقل سويت بالأرض على من فيها، وحتى الآن لا توجد أي إمكانية لوصول الطواقم الطبية أو طواقم الدفاع المدني لهؤلاء المفقودين على اعتبار أن إمكانات الوصول إليهم لدى جهاز الدفاع المدني تبدو معدومة. بقية مناطق قطاع غزة القصف الإسرائيلي فيها لم يتوقف، تم استهداف منازل في وسط القطاع وكذلك في مدينة غزة وشمالها، والنتيجة بالتأكيد مزيد من الشهداء والجرحى لا سيما بين المدنيين. شكرا جزيلا لك الزميل أكرم دلول مراسلنا من رفح جنوب قطاع غزة. الزميل أحمد غانم جال على بعض المنازل المستهدفة وعاد بالتقرير التالي. جرائم إسرائيلية جديدة يرتكبها الجيش الإسرائيلي في رفح باستهدافه عددا من منازل المدنيين المأهولة. أنا هنا فوق أنقاض منزل عائلة أبو عمرة الذي قصفه الجيش الإسرائيلي ودمره بشكل كامل. ارتقى في هذا القصف ما يزيد على 5 شهداء جلهم من الأطفال والنساء. حجم الدمار في المكان كبير للغاية، ومعظم الشهداء الذين تم انتشالهم من المكان خرجوا أو وصلوا إلى المستشفى أشلاء مقطعة. إيش الواحد بده يحكي؟ يعني مش لا أول مجزرة ولا آخر مجزرة، مجازر مجازر، وهذه تنحسب من جزء من المجازر. هذا بيت آمن، هذا بيت أخي، وما بيصحوا هيك بالليل وانه البيت مقصوف على رؤوسهم. فهذا المنزل منزل آمن، بيت آمن، هي هيك على الناس، هيك هي على الأطفال وعلى الرجال وعلى الشيوخ بهالشكل، هذا بقمة الإجرام، فيش عندهم إنسانية ولا رحمة. شوفوا يا عم شوفوا، هاي عرب، شوفوا ايش صار في أولادنا، شوفوا كيف صار وهنا نايمين، شوف ايش صار. هذا اللحم، لحم دفناهم وبندور على اللحم. هذا 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 قطع اللحم من أطفال إخواني، من أطفال أخي، هذا قطع لحم لمناهم بكياس، ما تبقى من أجسادهم. نحن هنا في منزل عائلة الهمص الذي قصفته الطائرات الحربية أيضا الليلة الماضية. هذا ما أحدثه القصف، دمار كبير، وقتلت إسرائيل أحلام عائلة كاملة جلهم طبعا من الأطفال والنساء. هذا ما بقي من أثر هذا المنزل. بينما نتحدث إليكم الدبابات الإسرائيلية تقصف بالمدفعية المنطقة الشرقية لطبعا مدينة رفح. نايمين أطفال، مؤذن جامع أبوي وضربوني، يعني ما الناس دخل ولا في أي حاجة، أطفال ونساء وضربوا في 16، نزل الصاروخ من فوق فارتك كله، 4 شهداء وفي إصابات، يعني مش عارف إيش نسوي، حسبي الله ونعم الوكيل، فدا القدس. أكثر من 23 شهيدا خلفهم القصف الإسرائيلي على عدد من المنازل المدنية المأهولة في رفح، فيما لا يزال عدد كبير من المفقودين تحت ركام المنازل المستهدفة لم يتم انتشالهم بفعل ضعف الإمكانات. من مدينة رفح جنوب القطاع، أحمد غانم، الميادين. المتحدث باسم هيئة المعابر في قطاع غزة هشام عدوان أكد
أن إقفال معبر رفح بمنزلة حكم بالموت على الجرحى في القطاع. وفي اتصال مع الميادين كشف عدوان أن الاحتلال يمنع من خلال سيطرته على المعبر دخول المساعدات إلى القطاع، كونه المنفذ أو المنفذ الوحيد نحو القطاع أو من القطاع نحو العالم الخارجي. حيث أن هذا المعبر هو المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة على العالم الخارجي، وبالتالي هناك حكم فعليا بالموت على الجرحى والمرضى، وأيضا حكم على سكان القطاع بالمزاعة من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية. بالطبع يعني هذا المعبر كما ذكرت أخي الكريم هو الشريان الحيوي لسكان القطاع، هو المنفذ الكبير الذي يدخل من خلاله والقادر على استيعاب أيضا الأعداد الكبيرة من الشاحنات الإنسانية لقطاع غزة، وبالتالي أي حديث آخر عن منافذ إنسانية هنا أو هناك هو يعني ضرب رماد في العيون ولتجميل الصورة الاحتلالية في القطاع. قيادي في المقاومة حذر من أن احتلال معبر رفح يهدد بانهيار المفاوضات. حركة حماس حذرت من أن اقتحام جيش الاحتلال لمعبر رفح تصعيد خطير ضد منشأة مدنية محمية بالقانون الدولي يهدف إلى مفاقمة الوضع الإنساني في القطاع. وبيان حماس أشار إلى أن تنفيذ الجريمة مباشرة بعد إعلان الحركة موافقتها على مقترح الوسطاء يؤكد نية الاحتلال تعطيل جهود الوساطة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى لمصالح شخصية لنتنياهو وحكومته المتطرفة وتنفيذا لمخطط الإبادة والتهجير. حماس دعت الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال لوقف هذا التصعيد الذي يهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين النازحين في رفح وعموم قطاع غزة. أدانت مصر بأشد العبارات ما وصفته بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية. الخارجية المصرية وصفت التصعيد الإسرائيلي بالخطر بعد سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، واعتبرت أن التطورات الأخيرة تهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني لاعتمادهم بشكل أساسي على المعبر باعتباره المنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج. ودعت مصر الجانب الإسرائيلي إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية ذات التأثير بعيد المدى. مسؤول إسرائيلي رأى أن العملية في رفح لا تعد بداية لهجوم بري بحسب ما ذكر موقع بي سي نيوز. المسؤول الإسرائيلي قال أن التوغل البري يعد عملية محدودة للغاية تهدف إلى الضغط على حماس في مفاوضات وقف إطلاق النار، كما أشار إلى أن المفاوضين الإسرائيليين يتوجهون إلى القاهرة لمحاولة سد الفجوات بين الاقتراح الذي وافقت عليه إسرائيل والاقتراح الذي وافقت عليه حماس. مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل انتقد مواصلة إسرائيل الحرب رغم دعوة الاتحاد مع واشنطن نتنياهو إلى عدم اجتياح رفح. بوريل قال أن لا مكان آمن في قطاع غزة الذي يشرف على أزمة إنسانية كبرى. لقد بدأ الهجوم البري على رفح مرة أخرى. كل طلبات المجتمع الدولي والولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الجميع يطلب من نتنياهو عدم مهاجمة رفح. ورغم هذه التحذيرات وكل المطالبات بدأ الهجوم ليلة أمس. أخشى أن يتسبب هذا في سقوط كثير من الضحايا مرة أخرى. هناك 600 ألف طفل في غزة، سيتم دفعهم إلى ما يسمى بالمناطق الآمنة. لا مناطق آمنة في غزة. الصين حضت إسرائيل على وقف مهاجمة رفح. الناطق باسم وزارة الخارجية أوضح أن بكين تدعو إسرائيل إلى الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي ووقف مهاجمة رفح، وكذلك بذل كل ما في وسعها لتجنب كارثة إنسانية أكثر خطورة في قطاع غزة. تعرب الصين عن قلقها البالغ إزاء اعتزام إسرائيل إطلاق عملية عسكرية برية ضد رفح، وتدعو إسرائيل بقوة إلى الاستجابة للمطالب الساحقة للمجتمع الدولي ووقف مهاجمة رفح وبذل كل ما في وسعها لتجنب وقوع كارثة إنسانية أكثر خطورة في غزة. ينضم إلينا الآن من غزة الكاتب والمحلل السياسي السيد ثابت العمور. مرحبا بك معنا سيد ثابت. كيف تقرأ هذه الخطوة التصعيدية الإسرائيلية فيما يخص معبر رفح؟
تحية لك ولكافة السادة المشاهدين. هذا السيناريو ينقلنا إلى مآلات ما الذي كان يمكن أن يحدث لو ذهبنا إلى صفقة تبادل مع كيان الاحتلال في الفترات السابقة، بمعنى أنه كان هناك تقدير يقول بأنه الوسطاء يريدون الذهاب إلى صفقة تبادل للأسرى، ثم بعد ذلك نتحدث عن وقف دائم لإطلاق النار. وكان الاحتلال الإسرائيلي يصر على عدم ذكر الوقف الكامل والدائم لإطلاق النار. الآن قبل أن نذهب إلى صفقة تبادل، أصر الاحتلال على الذهاب إلى عملية عسكرية في معبر رفح، وهذا ينقلنا إلى سيناريو أنه كان يمكن الذهاب إلى صفقة تبادل، ثم بعد ذلك يعود كيان الاحتلال إلى تنفيذ عمليات واستكمال جرائم الإبادة الحاصلة في قطاع غزة. وبالتالي ما حدث هو إنذار مبكر للمقاومة الفلسطينية للإصرار على أن يكون هناك اتفاق مكتوب وضمانات دولية واسعة، وليست فقط تكتفي بالولايات المتحدة الأمريكية من أجل تثبيت وقف إطلاق النار حتى لا يعود كيان الاحتلال إلى إطلاق النار. هناك ثلاث روايات لما حدث في معبر رفح. الرواية الأولى نسفت، وهي رواية أن الاحتلال يريد الضغط على المقاومة الفلسطينية من أجل تحسين ظروف وشروط الاتفاق الحاصل، وهذا تم نفيه أو لم يعد قائما لأنه المقاومة وافقت على المقترح المصري المقدم. هذا أول. ثانيا أنه يريد الذهاب إلى استرضاء بن غفير وسموتريتش. نتنياهو يريد إرضاء هؤلاء ويقول بأنه ذهب إلى تنفيذ عملية، وهذا أمر لا يمكن، لأنه عندما توافق للوسطاء وتوافق أن تطلع على مقترح، هذا موافقة مبدئية أولية غير معلنة بأنك تريد الذهاب إلى اتفاق وإلى إنهاء الحرب، ولا يمكنك أن تذهب بذلك وأن تبدي موافقة للوفد الأمني المصري الذي زار تل أبيب، وتبدي موافقة للوسطاء المصري والقطري وحتى للإدارة الأمريكية، ثم بعد ذلك تستدير وتذهب إلى تنفيذ عملية عسكرية. القراءة الثالثة تقول بأنه يعني نتنياهو يريد أن يسجل في هذه الحرب بأنه لم يمنع عملية عسكرية، وأنه وافق على تنفيذ عملية عسكرية في رفح، وأنه بالفعل دخلت الدبابات الإسرائيلية إلى معبر رفح. ولكن هذا أيضا أو هذه قراءة أيضا خطيرة جدا، لأنها وهي تضع بالضبط وهي أيضا ومصير الأسرى نعم. طيب سيد ثابت وأنت تتحدث الآن نحن نتابع على شاشة الميادين على يسار هذه الصورة المدينة. الآن تجري اعتقالات في جامعة شيكاغو للطلبة المعتصمين كما تتابعون الآن في هذه الأثناء. إذن الشرطة الأمريكية تجري حملة اعتقالات كما تابعتم بحق بعض الطلبة المعتصمين في جامعة شيكاغو، وهذه الصور تأتينا مباشرة من هناك. وبالعودة إليك سيد ثابت في غزة، وأنت كنت تتحدث عن هذه النقطة عن أهميتها وخطورتها، ولطالما أنه يعني ما زالت الخيارات بيد نتنياهو هي تصعيدية، وتقول هو يريد إرضاء اليمين المتطرف في إسرائيل تحديدا سموتريج وبن غفير، مع كل هذا الرأي العام العالمي على صعيد الاعتصامات في الجامعات وما نتبعه الآن، وأيضا على صعيد عموم التظاهرات المناصرة لفلسطين، كيف سيكون مصير المفاوضات التي يعلق الكثير عليها آمال بأن تنجح في حال استمر هذا التصعيد الإسرائيلي في رفح؟ تكلفة هذه العملية، تكلفة استرضاء سموتريتش وبن غفير مرتفعة جدا، لأنها ستفضي إلى ثلاث مسارات. المسار الأول أنا تقديري أنه إذا استمرت هذه العملية التي هي ليست عملية محدودة كما يدعي كيان الاحتلال، هي عملية طالت عمق مدينة رفح، قد تذهب المقاومة إلى سحب موافقتها على المقترح المصري، بمعنى نعود إلى الصفر مرة أخرى. وأنا في تقدير أن هذا خيار ممكن ومتاح إذا لم تنتهي هذه العملية. الأمر الآخر هو مصداقية الوسطاء، بمعنى أنت لا يمكن أن تتوسط لهدنة ولوقف حرب ثم تجد طرف من الأطراف يذهب إلى عملية تصعيد وإلى عملية إعلان عملية عسكرية في محافظة رفح، هذا سيضع الوسطاء على المحك. الأمر الثالث هو موقع الإدارة الأمريكية في هذه العملية. الإدارة الأمريكية تضغط وتريد أن تذهب إلى وقف لإطلاق النار، لأنه هناك ساحة بدأت تشتعل في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ساحة كانت غائبة عن التقديرات الأمنية والسياسية والعسكرية الأمريكية، وهي ساحة الجامعات. وأنا في تقديري أنه
عودة الاحتلال إلى تنفيذ عمليات عسكرية في رفح وموافق بالتزامن مع موافقة المقاومة يحرج الإدارة الأمريكية ويجعل هذه المظاهرات في الجامعات الأمريكية تتدحرج وتكون عامل أو متغير ضاغط جدا على الإدارة الأمريكية وربما حتى تتدحرج في باقي الجامعات الأمريكية. الساعات القليلة القادمة هي ساعات حاسمة جدا فيما يتعلق بمصير ومستقبل المفاوضات، إما أن تنسحب إسرائيل من معبر رفح ومن محافظة رفح وتتوقف هذه العملية، وإما أن تسحب المقاومة اعترافها أو موافقتها على هذا المقترح ونعود إلى مربع الصفر مرة أخرى. المفارقة أن نتنياهو وحده الذي يريد استمرار هذه الحرب والتلاعب والتهرب من استحقاقات موافقة المقاومة الفلسطينية على المقترح المصري. الجبهة الداخلية، أهالي الأسرى، بعض القيادات الأمنية والعسكرية في كيان الاحتلال، الوسطاء، الإدارة الأمريكية، الحاضنة الشعبية والرأي العام هنا، طلبة الجامعات الأمريكية، الجميع يريدون لهذه الحرب ولهذه الإبادة أن تتوقف. هؤلاء جميعا في كفة، وبن غفير وسموتريتش ونتنياهو في كفة أخرى. التقديرات تقول بأنه إذا تغلبت رؤية هؤلاء الثلاثة فأنه الأمر يعني مزيد من الإبادة، مزيد من الحرب، نسف لكل جهود المفاوضة والعودة إلى استمرار الاشتباكات. وأنا في تقديري أنه الأمور ليست يعني هادئة، لأنه قبل قليل المقاومة أطلقت رشقة صواريخ باتجاه مستوطنات شرق رفح، وبالتالي يعني بأنه التدحرج وارد جدا وأنه لسنا قريبين من الذهاب إلى هدنة، لكن ننتظر ما تسفر عنه الساعات القليلة القادمة. والأرجح أنه ربما والأمر منوط بقدرة الوسطاء وقدرة الولايات المتحدة الأمريكية والرأي العام العالمي في الضغط على كيان الاحتلال للموافقة والقبول بالمقترح المصري. شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي السيد ثابت العمور، كنت معنا من رفح. في الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال 22 فلسطينيا بينهم طفل جريح يبلغ 8 من عمره. نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين أفادا بأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة طول كرم، حيث اعتقلت 10 أشخاص وتوزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله وبيت لحم ونابلس وأريحة وطوباس. وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين بالضرب والتنكيل إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين ومصادرة الأموال والمركبات. في العراق أعلنت المقاومة الإسلامية تنفيذها سلسلة عمليات أطلقت خلالها صواريخ ومسيرات باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد أهداف إسرائيلية كان آخرها موقع سبير العسكري فجر اليوم. وأعلنت المقاومة العراقية استهدافها بالطائرات المسيرة منصة اليوثان للغاز وقاعدة يوهانتن وقاعدة ياردن في الجولان السوري المحتل ومنشأة عسكرية لم تفصح عنها. وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد قصفت قاعدة جوية عسكرية في مدينة إيلات أم الرشراش المحتلة، كما استهدفت منشأة عسكرية أخرى، أكدت أنها مستمرة في عملياتها ما دام العدوان على غزة مستمرا. أفادت الهيئة البحرية البريطانية بوقوع انفجارين قرب سفينة على بعد 82 ميلا بحريا جنوبية عدن اليمنية. وأشارت الهيئة البحرية البريطانية لأن ربان السفينة أبلغ بوقوع انفجارين قرب سفينة تجارية مؤكدا سلامة الطاقم. أكد قائد حرس الثورة في إيران اللواء حسين سلامي أن طوفان الأقصى أوصل جسد الاحتلال الإسرائيلي إلى مرحلة الموت السريري ومثل هزيمة استخباراتية ضخمة. وفي مراسم 400 شهداء العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق شدد سلامي على أن عملية الوعد الصادق أثبتت أن غزة ليست وحيدة وأن كيان الاحتلال غير قادر على إبعاد الحرب عنه. در این طوفان الاقصا
عملية طوفان الأقصى أوصلت الاحتلال الإسرائيلي إلى مرحلة الموت السريري وأغرقته في حالة من الفوضى، لقد أثبتت مدى ضعفه وجعلته النظام الأشد كرها في العالم. لقد استطاعت أمريكا عبر السلاح والدعم السياسي إنقاذ حياة هذا الكيان، لكننا نرى وجه هذا الكيان المصطنع وهو يحتضر. إن عملية طوفان الأقصى كانت أكبر هزيمة استخبارية للاحتلال الإسرائيلي، وعملية وعد صادق كانت ضربة قاسمة، فقد أثبتت أن تلك المنطقة التي تعد من أهم مناطق الدفاع الجوي في العالم يمكن اختراقها والتغلب عليها، وقد أثبتت أيضا أن كيان الاحتلال غير قادر على إبعاد الحرب منه، وأن غزة ليست وحيدة، وأن المسلمين قادمون. كبير مستشاري قائد قوة قدس في حرس الثورة في إيران إيرج مسجدي أكد أن إيران تدعم وقف إطلاق النار في غزة وتدعم أيضا أي نتيجة تتوصل إليها حركات المقاومة. وفي تصريح خاص للميادين شدد مسجدي على أن عملية الوعد الصادق كانت نموذجا بسيطا للرد الإيراني في حال تهديد أرض إيران أو بشخصياتها أو بمواطنيها. موضوع وقف إطلاق النار وإيقاف الحرب في غزة كانا وما زالا يحظيان بدعم إيران، فنحن لا نرغب في استمرار الحرب في غزة أو اتساعها، ولا سيما أن حركات المقاومة ماضية في مسار المفاوضات، كما أننا ندعم أي نتيجة تتوصل إليها حركات المقاومة. إن عملية الوعد الصادق كانت نموذجا بسيطا للرد الإيراني في حال تهديد أرضنا أو شخصياتنا أو مواطنينا، ولقد حذرنا أمريكا وإسرائيل من تكرار الاعتداء على قنصليتنا، وفي حال تكرار ذلك سيكون الرد أكثر قوة. قمعت الشرطة الأمريكية تظاهرة حاشدة خرجت في ولاية نيويورك الأمريكية تضامنا مع فلسطين المحتلة وغزة وتنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي. هذه التظاهرة والتي حملت عنوان الغضب من أجل غزة خرجت من مخيمات الاعتصام إلى شوارع المدينة، ورفع المشاركون فيها شعارات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب الوحشية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي. جامعة كولومبيا في نيويورك أعلنت إلغاء حفل التخرج الرئيسي الذي كان مقررا في 15 من الشهر الحالي. بيان الجامعة أوضح أنها ستنظم سلسلة من الفعاليات الصغيرة بدلا من الاحتفال على مستوى الجامعة بعد الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمستمرة منذ أسابيع. في هولندا أوقفت الشرطة 125 طالبا نصبوا مخيما في حرم جامعة أمستردام لمطالبة الجامعة بقطع علاقاتها مع إسرائيل بسبب عدوانها على غزة. وأظهرت لقطات الشرطة وهي تهاجم الطلاب المتظاهرين بالهروات وتزيل الخيم بعد رفضهم مغادرة الحرم الجامعي. وقالت الشرطة في بيان إن التظاهرة اتخذت طابعا عنيفا بعد أن واجه الطلاب محاولة الشرطة لإزالة الخيم. وفي مدينة مكاسار الإندونيسية تظاهر طلبة الجامعة المحمدية دعما للقضية الفلسطينية ونصرة لقطاع غزة الصامد. التظاهرة الحاشدة جابت شوارع المدينة حيث خرج المحتجون من كل فروع الكليات، ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية فضلا عن اللافتات التضامنية، وأطلقوا شعارات منددة بالحرب على قطاع غزة. أهالي المختطفين والمفقودين ينظمون وقفة أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم لدى قوات الاحتلال الإسرائيلية وبمعرفة مصيرهم. تقرير الزميل محمود العوضية من مدينة غزة. لأول مرة منذ أكثر من 200 يوم يجتمع أهالي المفقودين أمام مقر الصليب الأحمر في الوقفة التي اعتاد عليها أهالي الأسرى، وهي يوم الاثنين من كل أسبوع، ولكن هذه المرة للمطالبة بمصير أبنائهم الذين غيبهم الاحتلال الإسرائيلي إما شهداء وإما أسرى. أعز شخص على قلوبنا أخذت الاحتلال،
واستشهد، يعني الله يرحمه، ايش نسوي؟ قضاء الله وقدره. نحن نقول لأمريكا المتغطرسة كفاك غطرسة، ونقول لك نحن لن نسلم، نحن لن نرفع الراية البيضاء ولن نستسلم. بندقية الثائر ستبقى بندقية الثائر، ونطالب أحرار العالم وكل من يدعون الحرية وحقوق الإنسان أن يأتوا إلى غزة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. نريد فقط مساعدات إنسانية وإغاثية، نحن نعيش قيامنا لنقتات إلى الخبز والملحة، فليس الجوع يرهبنا. ألا مرحب به مرحب. نحن نقول لكل العالم وأحرار العالم نحن نريد الحرية، الحرية غير المجتزأة غير المنتقاة. نطالب الصليب الأحمر أن يقف أمام مسؤولياته لنعرف مصير أبنائنا المختطفين منذ 7 أكتوبر لغاية الآن، ولكن مئات من أبناء شعبنا مفقودين، لا نعرف مصيرهم ما بين الموت والاعتقال أو الاختطاف، لا نعرف مصيرهم. أنا بنخطر على الجنوب، من يوم ما راح على الجنوب مش مبين، ودور عليه بجميع الجنوب ومش مبين، ومرته وولاده هين بعيطوا وبدهم أبوهم. جاي أولادي سلفة اثنين، كنا بدخل الشفا اليهود دخلوا علينا، كنا ببيتنا مع أولادنا صغار مدنيين، إحنا طلعونا وأخذوا أولاد سلفة اثنين ضياء وحسان للإفراج عن الأسرة. طالب صليب الأحمر ومؤسسات الحقوقية والإنسانية بالإفراج عن زوجي بقى، وبأنها تعرف مصيره وين هو، كيف ظروف الاعتقال، لأني بعد قضية الشهيد الدكتور عدنان البرج انتابني القلق بالزيادة إنه ممكن يكون مصير زوجي لا سمح الله نفس الشيء. هذا عدو بالآخر ما بيفرق معه، مع أنه هدول المدنيين ما عملوا أي شيء. طالب الصليب، إحنا طالب الصليب، عودة المفقودين، عودة المفقودين، عودة المفقودين، عودة المفقودين. تجتمع عوائل المفقودين هنا أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة غزة، مطالبين الصليب الأحمر بضرورة الكشف عن مصير أبنائهم والذين غيبهم الاحتلال الإسرائيلي قصرا خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة. محمود العوضية من أمام مقر الصليب الأحمر بغزة، الميادين. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الغرب يعرقل التعامل بندية مع موسكو ويتبع سياسات عدائية تجاهها. وبعيد أدائه اليمين الدستورية، شدد بوتين في كلمته على مواصلة بلاده العمل على تشكيل عالم متعدد الأقطاب وعلى ضرورة تكيف البلاد مع تحديات العصر. لقد كنا منفتحين على التعامل مع الدول كلها وسنظل كذلك، وعلى تعزيز العلاقات الطيبة مع كل البلدان التي ترى في روسيا شريكا صادقا يمكن الاعتماد عليه. نحن لا نرفض حوار الدول الغربية، الخيار لهم، هل يعتزمون مواصلة محاولة منع تطور روسيا أم مواصلة سياسة العدوان والضغط الذي لا ينتهي على بلدنا سنوات، أم البحث عن طريق نحو التعاون والسلام؟ أكرر أن الحوار ممكن بما في ذلك الحوار في شأن الأمن والاستقرار الاستراتيجي، ولكن ليس من موقع قوة وإنما انطلاقا من قواعد الندية. سنستمر في تأليف عالم متعدد الأقطاب، وعلينا أن نكتفي ذاتيا ونفتح مجالات جديدة أمام دولتنا. أما الآن فإلى أخبار الاقتصاد في هذه الظهيرة، ومن جديد إلى زميل خالد خليل. تفضل خالد. أهلا بك دينا. طبعا أهلا بكم. دعا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى التحقيق فيما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فيما دعا رئيس الوزراء البلجيكي إلى اتخاذ إجراءات منسقة داخل الاتحاد الأوروبي وفرض عقوبات تجارية على إسرائيل، ولا سيما استهداف المنتجات الآتية من المستوطنات الإسرائيلية. وتعد بلجيكا رابع أكبر شريك تجاري لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي، ويرى محللون أن احتمال فرض عقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي لا يزال غير مؤكد. رأى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن أمر الإخلاء الذي أصدرته إسرائيل لسكان شرق مدينة رفح في جنوب قطاع غزة غير إنساني، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن الإخلاء القسري سيفاقم المعاناة في رفح، ولا سيما مع تدمير البنى التحتية والخدمات الاجتماعية والإنسانية الأساسية. وحذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجيريك من أن عملية الإخلاء الجماعي لسكان رفح من المستحيل أن تنفذ بطريقة
آمنة، وإن الأمم المتحدة لا تشارك بأي إخلاء غير طوعي. أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية تراجع أرباحها الصافية في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 14.5% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، وبلغت أرباح الشركة الصافية نحو 27 مليار و270 مليون دولار للربع الأول من هذا العام مقارنة ب 31 مليار دولار للمدة نفسها من العام الماضي، ويبلغ إنتاج السعودية النفطي نحو 9 ملايين برميل يوميا، أي أقل من قدرتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل يوميا. ستوقف الجزائر تسليم الغاز إلى شركة ناتورجي الإسبانية، إذ قررت بيع أسهمها لشركة أخرى، وتمتلك الشركة حصة في خط أنابيب غاز رئيس بين إسبانيا والجزائر، ولديها كذلك عقود رئيسية مع سوناتراك الجزائرية التي تمد إسبانيا بالغاز عبر خط أنابيب، وتلتزم الشركة أيضا بعقد طويل الأجل لتوريد نحو 3 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي المسال سنويا. اتفقت الإمارات ونيوزيلندا على بدء مفاوضات في شأن التوصل إلى اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، من شأنها تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وستسعى الاتفاقية لإزالة التعريفات الجمركية أو خفضها بهدف تحسين الوصول إلى الأسواق وإنشاء مسارات استثمارية من شأنها أن تتيح فرصا جديدة في القطاعات كالزراعة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية والرعاية الصحية. تشهد بريطانيا موجة جديدة من الإضرابات للعاملين في القطارات احتجاجا على تعثر المفاوضات، ليواجه الركاب في جميع أنحاء البلاد تعثرا في تحركاتهم. ومن المتوقع أن تؤدي إضرابات القطارات إلى تعقيد خطط سفر الركاب وتعطيلها. وتصر النقابة على التزامها بالإضراب للحصول على عرض أفضل للأجور، وتقول أن بعض الأعضاء تحمل 5 سنوات من دون زيادة الرواتب، حيث فشلت الجولة الأخيرة من المفاوضات قبل عام تقريبا. ومع هذا الخبر وصلنا إلى ختام الموجز الاقتصادي، عودة مجددا إلى دينا ومحمد. هذه الظهيرة انتهت، شكرا جزيلا للمتابعة، دوما زوروا صفحات الميادين على الانترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. إلى اللقاء. في أمان الله.